لكن قبل ما نطلع على العناوين في عنوان مهم وهو عنوان متعلق بالتربية. بس نقول تربية منيحة منقول مجتمعنا منيح. دايما لازم نبني أجيال من خلال التربية ويكونوا عن جد عم يتلقوا أفضل مستوى من هذه التربية. ودايما كنا نتغنى بجامعاتنا بلبنان وبالجامعة اللبنانية تحديدا. مشان هيك بيصرني أنه استضيف دكتور سكارلت صراف طعمي مديرة كلية التربية الفرع الثاني اكيد بالجامعه اللبنانيه. اهلا وسهلا فيكي دكتور. اهلا فيكي. صباح عن جد الخير. صباح النور. قد ايه مهم كلمه اصلا تربيه، يعني تربيه اولادنا من هن وصغار بالبيت بالمدرسه وصولا للجامعه. وهون قد ايش مهم واحد يعرف شو ينقي وين يروح كيف تكون اختياراته بهالمجال. شكرا كثير لك انه ضويتي على هالنقطه المهمه بصخب التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي اللي احنا هلا عم نحكي عنه. ولكن التربيه بتضل الى الحيز الاهم، لانه في جمله كثير مهمه: بالتربيه تبنى الاوطان، ولكن ايضا بالتربيه تهدم الاوطان. وقت احنا ما بنعطي اهميه لموضوع التربيه واعداد المعلم، نحن بنكون عم نخلق جيل ما بيقدر بعدين يتحمل مسؤوليته بقلب الوطن اللي بده يكون فيه. ولذلك التربية مثل ما ذكرتي كمان بتبلش بالبيت، ولكن بيتم صقل شخصية الولد ضمن إطار المدرسة. وهون لنبني إنسان متوازن عقليا فكريا ثقافيا اجتماعيا حركيا، يعني إنسان متوازن كامل، مفروض نعد معلم يقدر يقوم بهالمهمة. وقتا كنا صغار كان يقولوا التعليم أو المعلم هو رسالة. هلأ حاليا بالأبحاث التربوية الحديثة صرنا بنحكي لبروفيسيوناليزاسيون دو لانسينيومون، يعني تمهين التعليم. ولكن برأيي الكتير متواضع وبعد خبرة 25 سنة تعليم جامعي بكلية التربية، بقول أيضا التعليم هو رسالة، والمعلم هو هالشخص اللي عنده مسؤولية كتير كبيرة انه الانسان اللي قدامه بده يوصله تيكون انسان ياخذ بكره قرار يتحمل مسؤوليه بقلب مجتمعه. كلهم انطلقوا من جامعات، كلهم انطلقوا من وعم بيتحكموا فينا اليوم، فيا بيتحكموا صح يا بيتحكموا غلط حسب قديش كان تربيتهم بمحل الصحيح. ولذلك هون بنضوي على اهميه دور كليه التربيه باعداد المعلم اللي بده هو يساهم ببناء جيل المستقبل. ومن هالنقطة هيدي بإعداد المعلم لحنا من يعني في كتير قصص بنضوي عليها، ولكن في ثلاثة بلوك أساسية بنشتغل عليها. هي التخطيط والتخطيط للتدريس وتنظيم بيئة المتعلم. هيدي أول نقطة كتير مهمة. تاني نقطة يعني حطوا بلان واضح، يعني قبل ما نفوت نكون عارفين شو بدنا نعطي ولوين رايحين. اكزاكت. وهيدا ما بيتم من خلال الاكسبيريونس بس، هيدا بده مثل ما قلت لك تمرين معرفه عميقه الى اتصال وثيق بالابحاث التربويه. يعني هون اهميه مواكبه كل التطور بالتربية ضمن الأبحاث، مش أنه أخذنا الشهادة وخلص. أكيد بدنا نضلنا بدورات بسفرات بمواكبة مؤتمرات وحضرتك كتير ناشطة بهالمجال، يعطيك ألف عافية. وهيك منورة بمجالات التربية بلبنان وخارج لبنان أيضا. شكرا، هيدا الشيء كتير مهم. شكرا لك على اللفتة الكريمة. تاني نقطة هي أنه مندرب الطالب على استراتيجيات التعلم الناشط، لأنه حاليا ما بقى نقدر نخلي الولد بالمدرسة فقط من خلال الكتاب. أنت بتعرفي ونحن أميت قبل ما نكون أساتذة جامعيين أنه الولد المدرسة ما بدها تكون مثل السجن لإله، لأنه برا عنده انفتاح هائل على المعرفة، على من خلال التواصل، من خلال الذكاء الاصطناعي. وأوقات أولادنا أشطر منا بهيك قصص. ولذلك نحن لازم نعطيهم بقلب بالأعداد تبعنا
استراتيجيات التعلم الناشط، بمعنى إدخال الوسائل الحديثة ولكن أيضا العمل على مستويات التفكير العليا عند الطالب. يعني مش نتكل على الذكاء الاصطناعي لهو يشتغل محلنا. Exactly. يعني أنا بقدر جيب داتا من محل، ولكن أنا قدي بدي درب الطالب عندي على التحليل، على نقدة، على إبداء الرأي، لأنه بالأخير مثل ما أنت غمزتي غمزة كتير حلوة، أنه بالأخير بدهم يستلموا البلد هدول. صح. وإذا بدنا نستلم البلد بدنا نستلمه بفكر نير، بفكر مسؤول وبفكر واعي، نقرأ بين السطور ونعرف أبعاد كل شغلة. Exactly. وثالث قصة كتير مهمة هي مندربهم على الاتجاهات الحديثة بالتقويم. إذا تخطيط، تعلم ناشط، وتقييم وتقويم. بمعنى بدنا نطلع من ثقافة إنه أنا لازم أخذ علامة حلوة. بدنا نجي على ثقافة اللي هي أنا شو أخذت، شو استفدت، وين نقاط القوة عندي، وكيف بقدر حسن حالي. لانه نحن بنعرف كثير منيح نعمل سوات اناليسيس لحالنا. هيدي من اهم هيدي الاوتو ايفالواسيون من اهم شيء. اذا حبيت انا هيك بالاول ضوي على هالنواحي هيدي، تقول انه مهنة التعليم مش مهنة ارتجال، ولا هي فقط انه انا بحب اعلم، هي رسالة مهمة جدا مثل ما قلت لك، ولكن هي مقرونة بمعرفة وقدرات، مقرونة بمعرفة وبأبحاث تربوية، ولذلك يجب ان يتم الاعداد داخل المطبخ الأساسي للإعداد ألا وهو كلية التربية. رح نحكي عن هلأ يعني وقت واحد يوصل للمرحلة الثانوية بده يفكر ينتقل للجامعة كيف تكون خياراته، ولكن شو رأيك نعمل جولة سريعة على العناوين اللي بتحكي عن يلي مستلمين البلد وكيف القرارات اللي عم تتاخد محليا إقليميا ودوليا. سريعا العناوين نرجع من كافي بشق الطلاب وشو يختاروا وليش كلية التربية تحديدا. صحيفة النهار بداية عنونت الجبهة الشمالية في البيت الأبيض، حرب أم تسوية، والألعاب الأولمبية في باريس اليوم، انطلاقة اليوم وتعويل فرنسا على أهمية هذه الألعاب، القمة الروسية السورية في موسكو، لماذا غاب التطبيع بين أنقرة ودمشق، وترامب يثير الجدل بآرائه عن غزة، هل يخيب ظن نتنياهو؟ نتابع مع صحيفة الأخبار غدا في الأخبار قصة القوى الجوية في حزب الله، هذا تشويق لبكرة تقروا هذه الجريدة، وأيضا بالصورة العنوان البارز بايدن نتنياهو قمة حاسمة. نتابع مع الديار، احتمالات التهدئة والحرب متساوية، وواشنطن تضغط لهدنة مؤقتة، وحماس تتهم تل أبيب بإفشال الوساطة. أيضا ننتقل لصحيفة البناء، نتنياهو يوزع أجواء تفاؤلية حول اتفاق غزة خلال لقائه المطول مع بايدن، اليمن يستعد لرد نوعي على استهداف الحديدة، والحوثي يذكر بالرد الإيراني، صواريخ المقاومة العراقية على عين الأسد وضربات للمقاومة في غزة والشمال. نختم مع صحيفة الجمهورية اللي عنونت بايدن لنتنياهو لوقف النار، بعتقد هذا العنوان الأساسي المشترك بكل الصحف، لقاء بايدن نتنياهو، واليوم منذكر أنه في لقاء ترامب نتنياهو، وبالصورة بوتين، للأسف هناك ميل نحو التصعيد. هذه كانت جولة سريعة على عناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم. نتابع حديثنا مع دكتور سكارلت صرف طعمي، مديرة كلية التربية الفرع الثاني بالجامعة اللبنانية. وصلنا لخيار الطلاب، ليش بدهم يختاروا كلية التربية؟ لأنه عادة بتحس الاتجاه أنه منروح طب، هندسة، حقوق، إعلام، يعني أكثر من أنه عن جد، حتى إذا علوم مثلا إذا بدهم ياخدوا أو أداب، يعني وفي قصص مشتركة بين اثنين، يعني فيهم ياخدوا فرنسي وعربي وتعليم بالتربية مثل ما فيهم ياخدوها بالأداب، الفرق وقديش بتشجع أنه يتجهوا للتربية، وقديش عن جد في سوق عمل من بعد هذه الشهادة. شكرا كثير لهالإضاءة النقدية القوية، لأنه الفرق بين أنه يروح الطالب يدرس مثلا ليسانس باللغة الفرنسية على أنه يروح على كلية التربية لنعطيه اختصاص تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية. هيدا هون كل الفرق، كلية يعني التربية أو يعني أدوات تطبيقية أكثر. من درب، من عد الطالب لأنه يعلم
التلامذة في المرحلة يعني بيكون مهيأ يكون أستاذ أكثر من أنه يكون أخذ باجاج عن هيدي اللغة بتخوله تكون بغير محل. إكزاكت. يعني لأولى بطريقة كتير واضحة للمشاهدين الكرام، أعداد المعلم يتم فقط في كلية التربية. كلية التربية بالجامعة اللبنانية، أنا هون بس بحب نوه على شغلي، هي أم الكليات، هي أول كلية بالجامعة اللبنانية. كانت تعتمد يتوظف بالدولة من خلال طبعاً. الكلية، ما بعرف قديش بعدها ماشي هالأمور بالفوضى اللي صايرة، يعني ما بعرف بفوضى التعاقد بالساعة بس كانت يعني كتير مرتكز، يعني كانت مثل ما في دار معلمين بالزمانات رجعت بعدين طورت صار في كلية التربية. صحيح. هي الأساس. صحيح. ولحنا ما زلنا محافظين على هيدا المستوى. وهلأ بقول لك بسياق الحلقة نقطتين أساسيتين لكلية التربية. أول شيء، كلية التربية هي بتهتم بإعداد وتدريب أساتذة معلمي مرحلة التعليم ما قبل الجامعة، يعني المرحلة الابتدائية. تاني نقطة، هي بتهتم بتدريب الأطر التربوية، يعني مشرف، مدير، مرشد مدرسي، هيدي كمان بنعطيها ولكن بمرحلة الماستر. وبعد في عندكم دراسات عليا يعني. اكزاكتوما هيدا اللي بدي ضوي عليه، لانه يعني الناس بتفكر انه ليسانس بس، لا فينا ناخذ ماستر، في دكتوراه كمان، وفي دكتوراه. يعني الطالب يعني اكزاكت يعني الطالب اللي بفوت عنده حب لمهنة التعليم ولانه يشتغل بهالمهنة هيدي، هو بيقدر يبدي من الليسانس على الماستر على الدكتوراه. وهون بدي أقول شغلي، أنه هو عم يدرس بالجامعة اللبنانية، والجامعة اللبنانية هي غير أنها الجامعة الوطنية، هي من أفضل الجامعات أصلاً حالياً. صنفت هلأ مؤخراً بالمراتب الأولى، يعني وهيدا خلال السمعة المهنية. صح. والسمعة الأكاديمية. تالت شغلي، أكيد نحن بنعمل دايماً دورات تدريبية، وعنا شيء الكباس، يعني هيدا لرد على النقطة اللي بلشت فيها. الكباس هي أعداد المعلم السنوي لا يعلم، يعني لحنا مثلا في ناس بتكون عاملة ليسانس أدب فرنسي، بتجي على كلية التربية على الكباس، بتعمل سنة أو سنتين حسب المواد اللي بتكون أخذتها، تتقدر ترجع تكون أستاذ في مرحلة هون السنوي. الفرق بس نقول هيدا أستاذ بيعرف يعطي تلميذ، هيدا شاطر بس ما بيعرف يوصل. إكزاكت. إذا بدنا نعلم بدنا نمرق بكلية التربية، هالقد المعادلة هيني بسيطة. وهون يعني بتدعيهم الكل عم يسمعونا، نحن هلأ بمرحلة صيفية بس جاي سنة دراسية جديدة، بتدعيهم يتسجلوا لكل حدا بحب هالمهنة. أنا بدعي للتسجيل بكلية التربية تحديدا بالفرع الثاني كمان، ونحن في عنا فرعين، الفرع الأول والفرع الثاني والعمادي. بالعمادي بتتم الماسترات، وبالفرع الأول والفرع الثاني بنعطي اختصاصات ما قبل الجامعي. إذا بتسمحي لي بس عدة للاختصاصات، نحن بنعطي تربية رياضية وبدنية، تربية موسيقية، تربية الفنون التشكيلية، طفولة مبكرة، يعني المرحلة اللي بتمتد من صفر بتيت أنفانس، من صفر لست سنوات. بنرجع بنعطي تعليم كل المواد التدريسية، يعني تعليم اللغة العربية، تعليم اللغة الإنجليزية، تعليم اللغة الفرنسية، تعليم العلوم والرياضيات، تعليم الاجتماعيات، إن شاء الله ما أكون نسيت شيء. كل المواد كل شيء بيخطر على بالنا ممكن كل المواد التدريسية بالمدرسة بنفوت فيها. بس كنت قلت لك أنه أنا إلى جانب أنه بدي ضوي، ولحنا هلأ امتحانات الدخول للكلية هي بخمسة وستة أيلول. في وقت، في وقت يعني، ولكن الوقت خليني أقول لحنا بدنا نفوت بفرصة صيفية. بشهر آب الكلية فاتحة كل ثلاثة. كتير منيح. ولا كل ثلاثة، لأن عادة نعرف آب يعني مسكرة. لا، كل ثلاثة في حضور. يعني خليني أقول لاستقبال طلبات، لا استقبال الطلبات، ولحنا ل 31 تموز عم نستقبل طلبات. كتير منيح، يعني إن شاء الله يكونوا كتار من الطلاب الضايعين شو بدنا نعمل، يتوجهوا يجوا على كلية التربية. أكيد. وفي أحلى من مديرة مثل دكتور سكارلت، بلشوا من هون، استبشروا خير، بتعرفوا مديرتكم قديه شاطرة وقديه بترفع الراس وهيك بتساعدكم. شكرا. بس فيني إذا بتعطيني بعد يلا معنا دقيقة بعد. دقيقة، ليش كلية التربية غير إنها أم الكليات؟ كلية التربية عندها 2 أتو كتير مهمين. أول شيء، لحنا
تم تقييم اختصاصات من قبل المجلس الأعلى لتقييم الأبحاث والتعليم العالي الفرنسي ونالت شهادة الاعتماد الأكاديمي لخمس سنوات من 2021 لل 2026. وأيضا بمسار الإعداد الطالب بيقدر يتابع مشروع أعداد معلمي متعددي المسارات لبوليفالونس اللي نحن عم نشتغل فيه باتفاقية التعاون مع السفارة الفرنسية، وهيدا بأهل الطالب ليروح يعلم بالمدارس الأومولوجية، يعني المدارس التابعة للسفارة الفرنسية وغيرها. أكيد المدارس الأومولوجية. يعطيك ألف عافية. شكرا. وأكون كتار لبوا دعوة الدكتور سكارلت. شكرا. وكونوا كتار أكيد، وإن شاء الله هيك مستقبلكم بيكون حلو مثل ما عم بعدوا لكم يا القيمين على هالجامعة. أهلا وسهلا فيك. شكرا للاستضافة. شكرا لكم. مدير كلية التربية الفرع الثاني بالجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا.